نجم عمرو يوسف منورنا في القاهره 24. اهلا وسهلا. طبعا بنبارك لحضرتك على ولاد رزق 3 ودور ربيع المتالق دايما. شفنا ربيع مختلف اكتر في الجزء الثالث بتفاصيل كتيره بقى، الشعر، طريقه الكلام، الشبحانه بقى، وطريقه الاكشن اكتر. ايه الصعوبات اللي واجهتك خاصه في التصوير هنا وفي الرياض كلها اكشن، ضرب 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 ضرب؟ بصي، هو المجهود البدني بتاع الاكشن كده كده مجهود متعب، فمش هنتكلم عليه، احنا عارفينه. هو الفكره دايما ان الممثل بيحاول يحافظ على الشخصيه، بيحاول يطور من الشخصيه بتاعته ويكبرها كل جزء، يعني خصوصا في الافلام اللي اتعمل منها اجزاء قبل كده ونجحت بيبقى التحدي اكبر. انت مش بتخلقي شخصيه من الصفر، انت بتطوري شخصيه الناس حبتها اوريدي، فهو ده كان التحدي. اتفرجنا عليه النهارده، مبهر جدا كانتاج، تصوير في شوارع الرياض، المشاهد، العربيات الكتير المتوفره اللي عماله تتخبط دي. بصي، هو الانتاج بتاع الفيلم ده ضخم جدا الحقيقه، ومصروف عليه كتير، وكان فيه اهتمام كبير جدا من هيئه الترفيه ومعالي المستشار تركي الشيخ في الرياض على انه الفيلم يطلع بشكل اكتر من ممتاز.